اللي مجروح من صبي هذا ما بديش نروح نبصم به كي نروح نفوطي معاش نفوطي بهذا. بون الانتخابات او الاقتراح او الفوط هو جماعة من الناس يروح يفوطيوا على جماعة من الناس باش هذ الناس يساهموا في تحسين المجتمع، في تحسين المعيشة، في القضاء على الفساد الى اخره. مي ماشي في الجزائر. الانتخابات في الجزائر هو جماعة من الناس يروح يفوطيوا على جماعة من الناس باش هذو الناس يديروا شكارة ويسرقوا ويديروا شكارة على ظهر هذ الناس. راك شايف كيفاش ولا ماك شايف؟ بون الحاجة اللي ماخدتش نفهمها في الانتخابات المحلية سيك هذوك اللي ترشوا الانتخابات تعرفهم كامل كاع عاقلين كاع متربيين كاع ولاد فاميليا كاع رونديو سيرفيس للناس. بون راني نهضر قبل الانتخابات. يوسف صح عليكم واش راك خاص صافا لاباس تخي بيان والله قاعد لاباس الحمد لله يا ربي ماكش باني يا خويا وين راك؟ انا مع الحمله الانتخابيه. صح ترشح مرشح روحك. وشوف حنا خاطينا الدراهم خاطينا هذوك الصوالح حنا حابين نخدموا علينا. اوكي عليا ان شاء الله نتهلا فيكم ما كاش مشكل يعجبوا سهل مليحه الله يتقبل لك يا ربي تهلا اعطيك صحة اخويا. السلام عليكم. صح اخويا صحيت هذا دائما ساعة سيريو فوط يعني والله غير فوط مي بعد الانتخابات با وي ما هضرت معاه قال لي كونتينر صح يوسف اقول لك نعم صافا لاباس عرفني بيان سور يوسف ياك واش حقيت هاتي ما عنديش يوسف ياك عندي بروبليم تاع السكنة انا هضرت معاك بروبليم تاع السكنة شوف 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 دوك راني مشغول من بعد جوزي سكريتار تشد لك رونديفو من بعد اسا وي نو 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 جني بارلي وي يوسف تختاري فات ماشي كيتش سبحان الله وكيقربوا الانتخابات يبداو الحملات الانتخابيه اون فحبيت نقول المهزلات الانتخابيه لا بروف اون ايماج خلوا الناس ينجحوا في البكالوريا ويروحوا للجامعه ما تحطموهمش وليداتنا راهم قراو كيفاه انسان تقريه وليداتنا راهم قراو كيفاه انسان تقريه وليداتنا راهم قراو كيفاش الانسان تقريه بون يا كامل سمعتوها ماشي غير انا يا مطمور يا مطمور يا عنتر يحيى يا زياني انا نطلب منكم وحزب الكرامه يطلب منكم ان ترجعوا للفريق الوطني ترجعوا للفريق الوطني دوك انتوما قولوا لي واش دخل عنتر يحيى ومطمور وزياني في الانتخابات يرحم والديكم فهموني اي بوي ماشي هما كيحبوا يوليو يلعبوا في ليكيب يوليو لونترينور هو اللي يرجعهم بتخليص دور سمارس السوق شوف اللي يقول واش معناتها سمارس السوق نعطي له 100 مليون المتنبي وما يصيبهاش هذه يا محالك ماذا بكم ضبوطيو بزاف يوم 10 ماي 2010 على القوائم تاعنا اللي موجوده في 45 ولايه يا الحاج رانا في 2012 ماشي في 2010 اي بوي الجزائر فيها 48 ولايه ماشي 45 راح راجع دراسك خير دي فوا مام المهزله الانتخابيه تلحق حتى لهذا البوان يبقى الواقع تاعك راح يبقى كيما راهو كيما تفوتش اسمح لي في صالح من كيما تفوتش في صالح هذا من المفسدين هذا ما هي حقيقة المقاطعة يبقى سما تنتهي يبقى لك يجرك كيما شرف الشلف بي ضرب جي ضرب ماشي باش يترشح بون زعما ايماجينيو كيفاش راح تكون الحملة الانتخابية في 2030 الو وي صافا كوبي 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 قولي فوطيت ولا مازال صح حبيبي تفوطي عليا ان شاء الله حنا رانا جايين نخدموا لكم لازم تفوطيوا علينا ان شاء الله تفوطي عليا ان شاء الله خلاص امشي امشي ايه تا اروح اروح وفيسك رانا نهضروا الحملات الانتخابيه صبت واحد الارتيكل في جورنال الشروق تاع نهار 19 نوفمبر 2012 تحبوا تفيريفيو فيريفيو يحكي على بعض فضائح الحملات الانتخابيه اي با جاتني ليدي باش ندير التوب 5 تاع المهزلات الانتخابيه من هذا الارتيكل اكسيون في المرتبة الخامسة قال مترشح على رأس قائمة المجلس الولائي أنه سيهتم بالشباب ويمنحهم فرصا في التألق في عالم الرياضة وأنه أحرز ألقاب أولمبية في رياضة الشطرنج والكرة الحديدية شريكي في الألعاب الأولمبية ما كانش الشطرنج وما كانش كرة الحديدية ما تكذب في المرتبة الرابعة أطلت مترشحة من القناة الإذاعية وقالت أن الله تعالى قال أن الجنة تحت أقدام أمهات أختي
هذه ما كاش في القرآن، ما هيش آية ما تحرفيش القرآن. في المرتبة الثالثة، مترشح لم يفرق بين عبد الحميد بن باديس وبين الأمير عبد القادر، وقال أن عبد الحميد بن باديس ساعد الثوار بنصائحه والأمير عبد القادر قاوم إلى أن استشهد. شريكي الأمير عبد القادر ما استشهدش، نفاوه بعتلتنا خو قرأ تاريخ. في المرتبة الثانية، قال مترشح في الصيف أنه سيبني جامعة في هذه البلدية. علاش المال يقدر يبني جامعة؟ وقال المترشح بقسنطينة أنه سيوصل البلدية بالمترو، وهو الدليل على أنهم لا يعرفون حتى دور رئيس البلدية. لا غير سيقراف خاوتي بوكا بعد يترشح المنصب وما نبلوش ما بوش راح يخدم فيه. وفي المرتبة الأولى بعد الإشهار، حبيت ندير شوي سوسبانس. وفي المرتبة الأولى، وفاة شيخ في الثمانينات ليلة زفافه بعد تعاطيه فياغرا مغشوشة بخنشلة. بصحوش دخل فياغرا مع الانتخاب. سمحولي أنا غلطت في الارتيكل أخ. ومن بعد يقول لك علاش ما تفوطيش؟ كيفاش تحبني نفوطي على واحد يكذب على الناس باش يفوطيو عليه، ما يعرف الدين تاعو، ما يعرف التاريخ تاع بلادو، ماهوش مثقف، وزيد بزياده كامل ما يعرف شنو صلاحيه تاع المنصب تاعو. تقعد بيا. بون جيسبر كو هاد لا فيديو عجبتكم، وديروا في بالكم بلي ما كنت حاب نباسي حتى ميساج بهاد لا فيديو. اللي يحب يفوطي يفوطي، اللي يحب ما يفوطيش ما يفوطيش، كل واحد حر في حياته في القرارات ديالو. وشوف اذا راك راح تفوطي بارطاجي هاد لا فيديو، اذا ماكش راح تفوطي بارطاجي هاد لا فيديو. ما تنساش دير الجامع على لاباج فيسبوك تاعي، اي تطرف اسفل الشاشه. شوف راني نديري في اذا بارطاجيت لا فيديو ولا لا، باسكو اذا ما بارطاجيتهاش راني نجي لك في الليل. صوتوا بكل قوة، روحوا روحوا ما تحشموش.